وهنا نشاهد فيديو متداول لاستيلاء قوات الجيش على قاعدة عسكرية على الحدود السودانية الليبية بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها. طبعا تم الاستيلاء على القاعدة بما فيها من معدات وأسلحة وعربات عسكرية. طبعا المفروض نقول تم استعادة وليس الاستيلاء، لأن هذا كله يعود إلى الجيش السوداني. وعدد كبير من الزخائر والدانات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كل هذا من هؤلاء الرجال والسجية المشتركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أسأل المشتركة السودانية الليبية قيادة كرب التوم تم استلام معسكر الشفرليت التابع لقوات الدعم السريع.